تعرف تاريخه في العراق وما دفع. يعني لا لا هذه أمور عقلية. يعني هذا ما كان ما فعل في أفغانستان، هذا ما فعل في العراق، الآن يراد إعماله في ليبيا. يعني أفهم من كلام حضرتك أنك ترى بأن كوبلر كان بشكل أو بآخر هو مهندس هذه التشكيلة الحكومية. لكن أرجع لحضرتك برضو في المقابل، مسألة أن الكتلة التصويتية المسموح بها أن هي يكون لها كلمة في تحديد المستقبل أو تحديد هذه الحكومة، وبين الفعلي ومن قاموا بالفعل بالتصويت، لذلك هي مسألة يعني حاكمة للأمور في كثير من يعني الواقع فرض ذلك. فإذا رفضنا هذا الواقع، ما هي البدائل التي يمكن أن تكون مطروحة لكي تؤتي ثمار أفضل من الوضع؟ هذه هي الحجة التي تستعمل الآن حينما تقول أن هذه الحكومة ستزيد الموقف تأزما. يقال لك ما الحل؟ ما الحل الآخر؟ الحل الآخر أمر بسيط، والأوروبيين والأمريكان يعرفوه، وفي نقاش طويل بيني وبينهم على مدى سنوات وعقود، أن المجتمع الليبي مجتمع، أنا دائما أقول لهم يعني مجتمع ترايبل أور سيمي ترايبل، يعني قبلي أو شبه قبلي. وهناك تجمع للقبائل الآن يمثل كل قبائل ليبيا، كان من الممكن أن يعطى له مجال وأن يقدم حلول. نعم. الأمر الآخر أن ليبيا وأي جزء في الوطن العربي قبل أن تجرى محادثات بخصوصه يجب أن تتم المصالحة. شوفي سيدتي، ابني وابن جيراننا مثلا تعاركوا، فابني راح جاب جماعته وابن جيراننا جاب جماعته وبدأوا يتقاتلون. نقوم أنا واخد جارنا انجاجيه ونجلس في قهوة ويقول لك تعال في القهوة كده ولا فسحة مكان معين ونتفاوض وسيب دول يقتتلوا. فمزيد من القتل، مزيد من الدمار. دمرت بنغازي، دمرت سرت، يراد الآن بإدخال الحكومة التي تسمى توافقية لطرابلس تدمير طرابلس. يعني طب يا دكتور، ده رجعنا كمان لمخرجات حوار السخيرات من الأساس. يعني هل هو أيضا لم يكن معترف به من قبل السخيرات؟ هذا بالضبط زي ما أنا أخذت جارنا، القوى السياسية في ليبيا، زي ما أخذت جارنا ورحت في منتزه وبدأنا نتناقش والأولاد يقتتلوا. يعني في الأيام الأولى دعنا يعني، ولكن حتى الآن التصالح أمر أساسي، وفكرة العدالة التصالحية التي ترجمها العرب، ترجمها العرب بأنها العدالة الانتقالية، لا توجد حاجة اسمها العدالة الانتقالية. العدالة التصالحية هي ثلاث لجان: لجنة لتحري الحقائق أين وقع دمار وأين وقع ضرر، لجنة للتعويض الفوري، اللجنة الثالثة التي تكتمل بها العدالة التصالحية هي لجنة العدالة التصالحية، يعني جلسة لحل المشكلات وديا بين من يبقى حتى بعد التعويض ما زال في نفسه نوع من الانتقام والثأر. لماذا يتم تجاهل هذا الأمر؟ لماذا يتم تجاهله في الوطن؟ حد ممكن يقول في المقابل أن المسميات دي بقدر ما هي محمودة جدا إلا أن هي لا موقع لها من الإعراب في ظل هذا الاحتدام الداخلي، في ظل الأطراف التي تريد أن تجد لنفسها مواطن قدم في الشأن الليبي، في ظل الإرهاب الذي تمارسه التنظيمات في ليبيا، ويعني ربما يعني داعش مرشح لكي يلعب دورا أكبر في الفترة القادمة. داعش هذا للأسف العرب يعني كانوا من مهم أن يفهموه بكل بساطة. داعش هذا عبارة عن صناعة لتأذيب الموقف، زي قصة شيعة وسنة. ليست هناك مذاهب فقهية، ليست هناك مذاهب فقهية اسمها سنة وشيعة. هذه مذاهب سياسية لتأسيس الإسلام وبتاريخ أيام معاوية والإمام علي. للأسف أن يعني العقل غائب،
ولكي نواجه الأمور بعقل أولا لابد أن ندركها، ولا يجوز أن نعمل نفس العمل الذي اتضح أنه يؤزم الموقف، الذي يجب يفكر فيه الآن شيء غير فكرة حكومة توافق، وهي لا تمثل توافق، لأن المهجرين النازحين أكثر من النصف. ثانيا أن حتى المؤتمر الوطني المنتهي ولايته، يعني اللي هو البرلمان المنتهي ولايته، قال لا أنا مانيش موافق عليها، والبرلمان أيضا لا يوافق عليها. أخذوا توقيعات ناس خارج البرلمان وقالوا دي الموافقة. الآن التوقيعات يجب أن تخضع للمراجعة، لأن فعلا في ناس لم يوقعوا، فيهم اللي كان خارج البلد، فيهم اللي كان مريض، في نظر أيضا للتقسيم، في نزاعات انفصالية، كان ما يثار حول أن أعضاء المنطقة الجنوبية يطالبون بسبها كعاصمة لليبيا، ثم جاءت أنباء بعد ذلك لتقول بأنهم تراجعوا عن مثل هذه المطالب. يعني كيف يمكن أن يزيد ذلك من الهوى اتساعا؟ وكيف تقرأ أيضا تصريحات لرئيس هيئة أركان الجيش الليبي بأنه يطالب بدعم دول تجمع الساحل والصحراء ومنجدة المجتمع الدولي لرفع حظر التسليح عن الجيش الليبي حتى يتسنى له مواجهة التنظيمات الإرهابية؟ أعود ثانية إلى أن السياسة علم، وتحديد الواقعات علم. لو حددنا الواقعات اللي تسود في هذه القضايا بأبعادها العالمية وما وراءها، لفهمنا أن فرنسا تريد وتحاول أن تحرك فكرة الفيدرالية أو الانفصال بين ثلاث ولايات لكي تختص هي بالجنوب، حيث يوجد الغاز التي تريده فرنسا، الغاز الذي يمنع تحكم حتى روسيا في أوروبا الغربية، لأن هذا الغاز في الجنوب ثبت علميا يعني ودراسة أن يكفي أوروبا لخمسة وثلاثين سنة. ففرنسا تعمل بهذا الأساس، ولهذا تحاول أن تطمع الآخرين، أن إيطاليا تقول لها ترجع إلى طرابلس، وبريطانيا تقول لها ترجع إلى برقة، وتحاول أمريكا في غير هذا الاتجاه. أمريكا ماشية في الخيار إن تعمل الوصول إلى الصومالة، يعني بعد شوية ما عادش تسمعوا خبر على ليبيا، يعني هذا إدخال فائز السراج إلى طرابلس بالقوة الأجنبية، لأنه موقع من الآن، موقع من الآن على الامتيازات اللي يريدوها من الغاز ومن النفط ومن الأموال الليبية، وموقع من الآن على طلب أول بند موقع على أنه سيطلب الحماية الخارجية. حضرتك تحدثت في أكثر من موقف، سواء معنا في البرنامج أو من خلال كتاباتك، بأن هناك تجاذبات على الأرض ربما يدفع ثمنها الليبيون أنفسهم طبعا. وتحدثت أيضا عن تدخلات إقليمية وعربية ربما رسمت ملامح المرحلة التالية، ولكن إلى متى سوف تظل حاكمة للأوضاع في ليبيا؟ ماذا بعد؟ دعني أقول بشكل واضح. نعم. أولا مصر بحمد الله أوقفت المؤامرة اللي على الوطن العربي كله، ولكنها هي في هذه الظروف يحاول أن يضعوها في ظروف صعبة بحيث لا تتخذ موقف. يعني لا يجوز وما ينبغي أبدا أن في مجلس يكون حاضر وزير خارجية مصر تقول إيطاليا أنا المسؤول على ليبيا. مسؤول على ليبيا ليه؟ لأن قتلت منهم مليون، مليون في 1911، عند 1931 و32. مصر بحكم أمنها، مصر بحكم موقعها، مصر بحكم اتفاقياتها التي لم تلغى، الاتفاق الثلاثي بين مصر وليبيا والسودان، الاتفاق الثلاثي الآخر أو الاتحاد الثلاثي اللي فاضل منه في مصر الاتحادية، مقر اللي كانت فيه الحكومة، لكنه لم يلغى، اتفاقية دولية معروفة، مصر ليبيا سوريا. يعني مصر الحقيقة أنا لا أريد أن، حتى لما كنت أعرف الخلاف اللي في داخل أمريكا بين فئتين
فئة كانت تناصر أن نتدخل عسكريا فورا. يعني وده من أشهر. اثنين أن ليتا ستراي يعني خلينا نحاول أن نترك لهم ديربيبي يعني ابنهم يعني عشان يورطوا مصر ثاني في ليبيا. في ذلك الوقت كان هذا أفضل الاختيارات، أن لكن مصر ما تبعكش بجيشها، تقوي الجيش الليبي ورجالات الجيش الليبي. الحقيقة في أدوار معقودة على مختلف الأطراف، الدول العربية، الدول اللي ليها ثقة العربي مصر وإقليمي، دول الجوار أيضا. يعني نسمع عن اجتماع لدول الجوار الليبي في تونس، يعني هذا عملات فرنسا، عملات فرنسا. فللأسف برضو حضارتها الخارجية المصرية. يعني لا يسعنا سوى نحن نأمل أن الأوضاع تتجه للأفضل. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور إبراهيم الغويل القانوني الدولي الليبي. جزيلا كلمتي الوحيدة التي أريد أن أكررها نختتم بها اللقاء. مصر هي أم الدنيا. مصر حينما تقوم بدورها العربي ودورها الإفريقي وتربط بين إفريقيا وآسيا فهي كما كانت مصر في باندون. خير ختام لهذا الحوار وهذه الحلقة. مصر أم الدنيا، دايما أم الدنيا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. لقاءنا يتجدد معكم الأسبوع القادم في نفس الموعد بإذن الله، وتطورات وتحليلات لشؤون عربية أخرى. أترككم في رعاية الله.